مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال وانتم بتشوفوا الفيديو. النهارده هنروح مع بعض جوله بسيطه في بابليكس، هجيب شويه مكونات كانت ناقصاني علشان اعمل وصفه شيبرد باي. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتجربوها، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولايك للفيديو لو عجبكم الفيديو. هسيبكم تستمتعوا بالفيديو.